انت بتقول يا جابر مستحيل يا ابني. طبعا والله يا حاج الحوالات والحسابات والارقام هي اللي بتقول كده. حوالات وحسابات وارقام؟ لا 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 لا، منصور من يوم ما حط ايده في ايدك وهو بعيد عن الناس دي خالص. والله يابا ده اللي انا كنت فاكره، عشان كده فتحت له الشركه والبيت وقلت عفى الله عما سلف. بس ناسنا في البنوك بلغوني ان في ارقام وحسابات وحوالات بتخش بشكل غير منتظم، وبعدين انا مش عارف اقول لك ايه تاني بصراحه. يا جابر انت متاكد يا ابني من الكلام ده؟ الورق ده اللي هثبت لك يا حاج. لا بعد اذنك انا هبص على مرتي. اتفضل اتفضل. تاني تاني يا منصور. خسرتك يا حب عمري. كل اول ولي اخر صراحه. ربنا يطمن قلبك. صبر علي يا عبيد. لو ما بنبدل كل واحد بيجي له اسبوع. اذا لا ربنا شفيع يا رب. يا رب يا صلاح. النهارده مش هبالغ لو قلت انه اهم يوم في حياتي. اشمعنى بقى النهارده؟ علشان عامله مفاجاه كبيره قوي لجابر، بس هو مش هيعرفها دلوقتي، هيعرفها لما يجي لي الاول. اكيد طبعا هتعرفيني ايه هي المفاجاه. بجد عايز تعرفيها؟ طبعا. طب تعالي امسكي الموبايل. اوكي امسكي. ايوه خليكي بقى هنا لحد ما ادخل وما تجيش خالص لما اقول لك. اوكي اوكي. مليكة؟ أيوة تعالي. أنت فين يا بنتي؟ أنا مش شايفاكي. تعالي أنا في الدريسنج أهو. طيب ألف مبروك يا روحي. الله يبارك فيك يا روح قلبي. مبروك يا جابر. خلاص أنا حامل، هتبقى أب. مبروك يا حبيب قلبي. ده جابر. طب رد يلا. ألو
وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. ليه انت فين ده كله؟ اتاخرت ليه؟ مش اتاخر عليك، في الشغل وجاي على طول. ولا هتيجي امتى؟ شويه كده خلص اللي ورايا واجيلك يا حبيبتي. لا انا عايزاك على طول عشان محضر لك مفاجاه حلوه قوي. احلى مفاجاه يا روحي. لا لا. مش هقولها لك الا لما تجيلي الاول. خلاص يا حبيبتي انا جاي على طول. طب يلا ما تتاخرش ما تتاخرش، واخد لي بالك؟ جبت لي سيره يعني. ماشي يا روحي، باي باي. ارجعي لي يا ليلى والنبي اللي ترجعي لي.